بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد والحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. وها أنا ذا، فامض في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال: صم شهرين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها، وسقى 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال سلمة بن صخر وسليمان بن صخر. وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الله الأشجعي عن الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قال: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال: هذا حديث حسن غريب،
إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. وأبو الجعد اسمه رافع. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه القوم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه، قال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: اللينة النخلة، وليخزي الفاسقين. قال: استنزلوهم من حصونهم. قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثني بذلك عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد هو ابن الحنفية عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول:
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها فأتوني به. فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وفيه أنزلت هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. السورة. قال عمرو: وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف وقالوا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن يحيى عن علي نحو هذا الحديث، وروى بعضهم فيه فقال: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. قال معمر: فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحن. قلت: يا رسول الله، إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي، فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد على آخائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفيه عن أم عطية رضي الله عنها
قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن. حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله: ما خرجت من بغض زوجي، ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. قال أبو عيسى: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان يده فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. ثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني ثقة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، ضعفه يحيى بن معين. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين عن أبي سفيان عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني قط مثله، فجلست في البيت، فقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، ثم قال إن الله قد صدقك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي حدثنا زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه، فسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى تجيء أصحابه. قال فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء، فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه. ثم قال لأصحابه لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال
ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، أنبأنا شعبة عن الحكم بن عيينة قال: سمعت محمد بن كعب القراضي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف ما قاله، فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلا هذه؟ فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال: إن الله قد صدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزاة، قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، إنما سأل الرجعة الكفار. قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال: هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا سيماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: قلت في نفسي: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال: وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال: فجاءني يوما عشاء فضرب على الباب فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قلت في نفسي: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال: فلما صليت الصبح شددت على ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري.
هو ذا معتزل في هذه المشربة؟ قال: فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج إلي. قال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم. ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست. ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبه، فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت ذلك، فقالت: ما تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت لحفصة: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت: قد خابت من فعلت ذلك من كن وخسرت. أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت صاحبتك أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم أخرى. فقلت: يا رسول الله، أستأنس؟ قال: نعم. قال: فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهوبة ثلاثة. قال: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال: وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك شيئا، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: ثم قرأ هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك. الآية. قالت: علم والله أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له: يا رسول الله، لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا. قال: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم.
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة. قال هذا حديث حسن غريب، وفيه عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، فوق ظهورهن العرش، بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الرازي. حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده عبد الله بن سعد. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل، قال كعكر الزيت، فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد حدثني أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن
ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماوات، وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع. وإنما أوحي إليه قول الجن. قال: وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده. قال: فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه، فقال: هذا الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر،
أبو سلمة اسمه عبد الله. حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى عن أبي لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. قال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة. وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. لكنهم قد سألوا نبيهم، فقالوا: أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة، ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. قال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا زيد بن حباب أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه، وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال علي: قال يحيى بن سعيد: أثنى سفيان الثوري على موسى بن أبي عائشة خيرا. حدثنا عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره 1000 سنة، وأكرمهم على الله
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفع. وروى الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفع، وما نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان. ثوير يكنى أبا جهم، وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة.